المطلوب الرجاء الاتصال فيما بعد It's not possible to get in touch with the call ساعات ثمانية ونص Please try later ها يا حو ها هاي وهذه ها خمسة ونص التوقيت لندن وهذه ساعة تانية شهادة أمام الله عز وجل هذا هو التوقيت ها وين التوقيت وين 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 تفضلوا هذه شهادة أمام الله عز وجل ها هذا هو لحظة شوي ها هذا اليوم الساعة خمسة ونص اللي هو ثمانية ونص يعني صار نص ساعة الآن شغالين تفضلوا هاي ثمانية ونص حتى ما تقولوا إنه ما عم نتصل ها حنتصل مرتين خمسة ونص اللي هو ثمانية ونص بتوقيت مكة سكرنا أو خلي هذا حتى لا يقال إنه شو كذبنا على القوم لا شو نكذب ليش نكذب هذه حاجة كذب أبدا هذا رب العالمين شاهد نحن نحن نشهد رب العالمين على ذلك ها حنرجع نتصل مرة تانية بعدين الابجريد مرة تانية بنتصل الرقم كنترول دي كنترول دي هاي تسعة لا عفوا صفر صفر تسعة ستة تمانية تسعة تسعة تمانين تسعة عشر يلا بسم الله قال شو؟ قال ناطرينك اه الان هلا الان هلا السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم هذا عبد الرحمن دمشقية وأنتم تسمعونني افتحوا الخط لو سمحتوا ألو السلام عليكم ليش الآن مفتوح الخط الآن حاجة أتصل مرة ثانية الآن الساعة خمسة ونص وسبع دقائق مرة ثانية الله المستعان صفر صفر تسعة ستة تسعة 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 عشر عشر هذا تليفون بفلوس على سكايب مش إنه آه هلا آه علق السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله هذا بر... هذا برنامج اسألوا أهل الذكر هذا ما سؤال أهل الذكر؟ إي هذه قناة عمان ولا لا؟ إي أيوة بس ما هو هذا برنامج سؤال أهل الذكر ممكن تعطونا تتكرم وتعطونا رقم التليفون المناسب؟ أنت من عمان؟ لا أنا خارج عمان أنت خارج عمان؟ إي أتكلم من خارج عمان، نعم أها لحظة شوية بعد. بشوف إذا موجود ما سؤال أهل الذكر، الشيخ علي السناني تقصد؟ لا 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 ليس علي الشيخ علي السناني كهلان الخروسي كاني سمعت انه عنده حلقه او الشيخ او الشيخ احمد الخليلي. آه. ما مشكله اعطيني رقمك بنشوفهم يمكن بيتصلوا فيك. نعم؟ اعطيني رقمك. اعطيك رقمي هم بيتصلوا فيني؟ يمكن ايوه. آه طيب آه عندي مشكله الان كيف انا ما استطيع اعطيك الا سكايب انا اتعامل مع سكايب الان. كيف ما عندي رقم على سكايب اها أه. انت متعامل مع سكايب؟ اي نعم اها اذا شوف اخوي انت اتصل على 1318 هم بيعطوك رقم سؤال على الذكر لحظة لحظة الله يعافيك لحظة بس اعطيني لحظة حتى افتح ملف واكتب الرقم بيرضى عليك إذا بتسمح 1318 1318 اوكي بعدين بس خلاص عاد اتبع التعليمات لا عفوا انا اتكلم دولي من خارج عمان بعطيني الرقم كامل أيوة. الله هذا مجانا مجانا هذا مجانا يعني اتصل أنا... بس انا اتصل أيوة. على واحد ثلاثة واحد ثمانية انا في لندن أيوة. أيوة. اضغط على واحد باللغة العربية وخبرهم يعطوك الرقم عجيب انا هي اول مرة معلش اعذرني يعني انا اول مرة اسمع انه من لندن اتصل واحد ثلاثة واحد ثمانية وبترد علي عمان ما اعتقد هذا ما الاستعلامات هم رايحين يعطوك الرقم أعطيني الرقم العادي اللي هو 00968 انا ما اعرف الرقم اه ما تعرفه؟ ايوه بس عشان هم يخبروك ما الاستعلامات اه هذه مشكله والله مشكله أيوة. طيب أيوة. ممكن يا اخي الكريم ممكن تتكرم علي بس لاني انا في لندن والله لو تتكرم علي تسال حد عن الرقم وارجع انا اتصل عليك ممكن انزين يعني تعطيني رقمك اعطيني رقمك كيف اعطيك رقم يا اخي انا ما عندي رقم هذه مشكله طيب خذ في عندي رقم هذا هذا رقم 00 44 أربعة أربعة ايوه 784 اها 69 ايوه 75 آه أيوة. أيوة. بعدين 939 أيوة. آه تسعة خلاص تمام ممكن تعيدوا الان ممكن تعيدوا حتى تتاكد اذا اخذته صحيح ولا لا ممكن صفر صفر أربعة سبعة ثمانية أربعة ستة تسعة سبعة خمسة تسعة ثلاثة أحسن بارك الله فيك أوكي شكرا حي. حياك الله مع السلامة <applause> اشوف نشوف حيتصلوا ولا لا لا إله إلا الله قل فانتظروا إنا معكم منتظرون لا حول ولا قوة إلا بالله نحن ما زلنا ننتظر الآن تسعة إلى ربع يعني آخر ما بعد البرنامج ساعة ونص ولا ساعة ما عندي علم بس أنا منتظر حتى لا يقولوا لنا اتصل 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 صنعونا صدعوا رؤوسنا اتصل اتصل عم نتصل كل يوم احد نتصل صحيح من قبل تاخرنا شوي ما كنت عارف انه في ساعه بين مكه وبين عمان ماشي الحال الخطا وارد طيب الان اتصلنا هاي من خمسة ونص انا عم نتصل هلا علق اخذ رقم تليفوني ووعدوني يتصلوا طيب شو بعمل انا ها؟ هم؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ حننتظر قال بيقولوا الحاء الكذاب على باب الدار، لا ما حنقول ما حلو هلا نكذبهم معلش مع انه هم كذبوا سيدنا محمد طيب بنقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله اللي يعبد الله يعني الموحد وإلا البوذي يعبد الله بس ما يعتبر عند الله عبد الله أصلا إيه فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود أنا الآن عم بقرأ إلى أن يأتيني الفرج أي نعم وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخ فيخرجون من النار في رواية هذه طبعا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله رواه كمان البخاري ومسلم بدنا نعرف ليش تكذيب سيدنا محمد مش أنتم بتقولوا القرآن وسنة كتابكم منو منو السنه كتابكم ها هالقد من السنه هالقد هالقد من السنه ما بصير تكون السنه بس هالكتيب الصغير مش معقول يعني عفوا يعني ليس اهانه ولا اساءه لا والله لكن الواقع يفرض نفسه شو السنه عباره عن كتيب صغير هالقد وتقولوا هذه السنه ما بتعرفوا عدد ركعات صلاه المغرب ما بتعرفوا ليش ليش صلاه الجمعه صارت ركعتين ما موجود هالشيء بالقران لا وبيقولوا لنا هاتوا من القران ايه تدل على الخروج شو هذا الحكي هذا عم نلعب نحن ليش السنه شو قصه السنه السنه مش ثابتة عندكم يعني. ما لها اعتبار قولوا ما لها اعتبار خلصونا من هالنفس الطويل في الجدل نحن بدنا نقصر على بدنا نقصر عليكم الباب بدنا نفهم بس ليش السنه ما لها اعتبار عندكم فهمونا لا تضيعونا توهتونا ما بصير هيك ايه. بدنا نعرف ليش السنه ما لها اعتبار سيدنا محمد بيتكلم بردوه فنبذوه وراءهم ظهريا هيك اللي عم بيصير يا اخواننا ويا اخواننا عوام الاباضيه انتوا انتوا يا عوام الاباضيه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم انه في شفاعه وفي خروج من النار بالله عليكم يعني هلا معقول واحد منكم اذا دخل النار لا قدر الله أسأل الله عز وجل أن يجينا وإياكم من النار لو واحد دخل النار شو حلو للملك الآن إذا الملك اللي ليطلعه <applause> أو إذا فاز بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم اللي طلبت علم الإباضية الحوارات بيني بينه موجود الدليل يقولون أن الشفاعة شركية وهي اقتباس من عقيدة النصارى أعوذ بالله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شرك؟ شو هالكلام هذا شو ها؟ بدي افهم شو نوع التوحيد اللي عندكم هذا؟ توحيد درزي هذا، هذا ما توحيد اهل السنة. ولا الدروز أوري بهالكلام هذا. فنحب أن نعرف ليش كلام سيدنا محمد ما إله قيمة؟ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. يلا يا يلا يا تليفون مسقط شو اسمه؟ قناة عمان. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إلى آخره حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة كذلك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج من النار بالشفاعة يعني أناس من, من أهل النار كأنهم الثعارير كذلك حديث أنس يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار. وين هالرواية؟ بخاري مسلم. الرواية اللي قبلها بخاري مسلم. هي جبنا أربع روايات. خمسة سنة. خمسة كمان. بخاري مسلم، بخاري مسلم. الرواية اللي خرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، هذه في البخاري فقط، دون مسلم. وكذلك يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع كذلك هذه في البخاري وليست في مسلم اللي بعدها ثم أخرجهم من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها بخاري ومسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله امر الملائكة ان يخرجوهم الى اخر الحديث. حديث طويل هذا في البخاري كذلك ثم تحل الشفاعة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره كذلك حديث هذا في مسلم فقط كذلك حديث إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة وهذا في صحيح مسلم كذلك حديث إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة أو سئل لعله أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم قال نعم تعرفوا من مين اللي قال نعم صحيح مسلم المقبلي بالمناسبة حتى ما أنا حتى ما نعملها حزيرة لا إله إلا الله إلى آخره بدنا نعرف يعني ليش شو اسمه أما بالنسبة لي إنه في آيات قرآنية ما ما في أشطر منهم في الاستدلال بالآيات اللي تنقلب عليهم مثل <applause> أن نسألهم هل هناك آية صريحة في أن المؤمن لا يخرج من النار؟ ها, 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 ها هون الشطارة أن تقلب عليهم الدليل هم يقولون هل هناك آية تصرح بأن المؤمنين يخرجون من النار؟ نحن نقول لهم هل عندكم آية في أن المؤمنين لا يخرجون من النار؟ يعني الله قال عن الكفار وما هم بخارجين من النار جيبوا لنا ان هناك جيبوا لنا ايه تقول ان عصاة المؤمنين لا يخرجون من النار وفي ايه اخرى ان الله حرمهما يعني الرزق والماء ان الله حرمهما على الكافرين يعني رزق الجنه وماء الجنه حرمه حرمهما الله على الكافرين ها هذه واضحه جدا جيبوا لنا ايه واضحه تقول إن الله حرم الجنة على عصاة المؤمنين. هيك هيك بترتاحوا بتريحونا، لكن لن تجدوا. مثل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه حجتهم القوية جدا، الله عم يخاطب اللي قالوا عزير ابن الله قتلت الأنبياء مش بس هيك. الشفاعة هي العهد. تذكروا هذه، مين قال؟ قالها أطفيش في تفسيره الإباضي. العهد هو الشفاعة قل اتخذتم عند الله عفوا التوحيد قل اتخذتم عند الله عهدا فكأنه يقول عهدي مع اهل التوحيد مع اهل لا اله الا الله عهدي مع هؤلاء ليس معكم يا من قلتم عزير بن ابن الله والدليل على ذلك الايه التي تليها الله عم يحكي عن الكفار الان اليهود نعم ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون عم يحكي عن الكفار لازم يعرف المسلم أن سياق الآية اللي قبلها كله مرتبط باليهود فهو ارتباط بالكفار ولذلك قال الله لهم قل أتخذتم عند الله عهدا هن بيقلبوها الإباضية أنه شو الله عهدكم أن من النار ما عهد إليكم صحيح هذا كلام من حيث المبدا صحيح لكن للحديث تكمله لان شيخكم المفسر الاباضي هو الذي قال عهدي مع مع اهل التوحيد عهدي عهدي, عهدي. مع اهل التوحيد فلذلك قال والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه فلذلك هنا الان انتقل الى المؤمنين فالايه من قبل ما لها علاقه بالمؤمنين متعلقة بالكفار الذين ليس لهم عند الله عهد وهو التوحيد فلا تستدلوا بهذه الآية في آية أخرى مثلا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي ليش ما بتكملوها الذي كنتم به تكذبون كانوا يكذبوا بعذاب النار هذا كفار ما أشطر الخليل بأن يأتي بمثل هذه الآية ما في أشطر منه ركمل من الآية وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون والفسق يطلق على الكفر الفسق يطلق على الكفر فلا يجوز أن تأتي بكلمة أما الذين فسقوا حتى بين الناس أنه لا هذول الذين ليس لم يكفروا وإلا يلزمك 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 ان الذين يكذبون بعذاب النار ليسوا كفار بل مؤمنون. ليش ليش التلاعب بايات الله؟ ليه؟ لماذا؟ الظاهر راح الوقت خلاص انا ناطر انا ما زلت انتظر. نعم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا كفار بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون شفتوا كيف الفسق يطلق على الكفر شوفوا كيف بيخدعكم مشايخكم وبيقولوا لكم وأما الذين فسقوا يعني مش الذين كفروا بعد لك انظر إلى آخر الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كانوا يقول لا ما في لا, عذاب نار ولا شيء كذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال ها شفتوا كيف عم يتمنوا الموت لأنه ما في نطلع من النار خلص ما في خروج ولذلك يتمنون الموت تكملوا الآية لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون رفضوا الحق هذا هو السبب هذول المؤمنون هؤلاء سبحان الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم, أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ها وما دعاء الكافرين <applause> هذا الكلام عن الكفار يا جماعة عشان القصة الله عيب عليكم لا إله إلا الله مم. كذلك ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال أخسأوا فيها ولا تكلمون تمام تمام هي تدل على شو عدم الخروج صح إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا أنتم مش منهم أنتم مش من الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اها اذا الكلام عن الكفار لا اله الا الله الكلام عن الكفار وهكذا كل انواع الاستدلال الاباضي بالايات على عدم عدم الخروج من النار متعلقه بالكفار والايات صريحه فانتم مطالبون بأن تأتوا بنص صريح على عدم خروج المؤمنين من النار. فأنتم مطالبون بنص صريح على عدم خروج المؤمنين من النار، لأنه ما دامت الآيات اللي تمنع الخروج من النار في سياق الكفار، إذا الأمر واضح جدا. الأمر صار واضح جدا. الآن في شوية إبهام يستغله الإباضية. مستغلينه جدا هون معنى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا إيه ممكن نستعمل هذه الآية على أنه كله من عند ربنا، الكتاب من عند ربنا والسنه من عند ربنا فالان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضح يخرج من النار قوم يقولون لا, لا اله الا الله نعم حتى اخرج قوما بالشفاعه يخرج قوم بالشفاعة من النار الموحدون يخرجون من النار بالشفاعه وهذا واضح جدا هون ما فيكم تهربوا ليس لكم إلا أن تتجاهلوا نعم تنبذوا رسول الله وراءكم ظهريا حتى يتسنى لكم اللعب والخداع حرام عليكم الناس بتطلع من النار ارحموهم ليش هون لا يعني بالله عليكم بالله عليكم يعني الآن بيجي الملك بيقول له لفلان اطلع اطلع من النار لا 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 أنا شيخي أحمد خليلي قال لي اوعى أه تعتقد بالخروج من، انا بدي اقعد انتم سكروا سكروا بالمفتاح جهنم وانا قاعد، لانه شيخ الخليلي قال لي هو والله قال لي طيب سيد محمد شو قال الله شو بدك محمد؟ مهم احمد الخليلي هيدا ربي ليش انا قلت ربي؟ عفوا يمكن تكون شوي ثقيله بس حق اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ليه؟ كيف اتخذهم ارباب؟ احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال حرموا عليهم الحلال اللي هو الخروج من النار الله احله للموحدين هني لا حرام الناس بدهم يشوفوا الله حرام طيب بيحبوا الله بدهم يشوفوه سيدنا محمد كان يقول واسالك لذه النظر الى وجهك واهل الجنه فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله عز وجل الناس بدها تشوف الله حرام بده يشوفوا الله يا عمي بدك خلي الناس يشوفوا الله لا حرام حلق اللحية حرام ماشي انا معكم بس ما معكم انه بيصير مع ابو جهل ومدامته ما بيصير الحكي حرام عليكم حرام عليكم يعني بتحطوه مع موسوليني وتشرشل وشو وش اسمه <applause> وتوت عنخ امون وحتشبسوت وفرعون و الى اخره وكازانوفا و توتو حرام تحطوه مع دوزمون توتو ما بصير الكلام هذا كيف واحد حلق لحيته وبيقول لا اله الا الله بتحطوه مع دوزمون توتو ما بصير طيب الساعه الان التاسعه ودقيقتين الى متى ننظر ننتظر الفرج يا رب انا والله ما عندي تلفزيون كيف بدي اتابع القناه ما عندي تلفزيون نحن في لندن برنامج من عمان مبنى الاستديوهات الرقميه البث الحي هات لنشوف احكي تكلم وين برنامج فاسألوا اه اسألوا اهل الذكر البرامج خلينا نشوف البرامج بس هذا البث الحي خلينا نشوف يلا يا جماعه يا امبراطوريه عمان ما في رد والله حتى الان ما طلع شيء برنامج وين برنامج 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 ما في برامج خلينا نشوف البرامج ها؟ آه ال... كل احد الساعة 9 الساعة 9:00 عشرة بيبدأ هيك كاتبين ها أحو ها يا ربي يكون بث مباشر يا ربي هاي نشوف علم يستهدي يهديني غيبوبة يستسقيه يستسقيه هذا غير مباشر هذا تنال فيه رموز المسلمين باعتداءات مختلفة كما حصل مؤخرا وحصل قبل فترة أيضا التدافع التدافع سوف تقتضي منهم مواجهة الكثير من المكائد التي يحاول منها هؤلاء الذين تنكبوا أن يتنقصوا من دينهم ومن مقدساتهم وأن آه. يكيدوا بهم المكائد ما في هذا منه مباشر هذا مسجل هذا مسجل وين المباشر ما في وين المباشر هاي قناة البرامج ما في ما في مباشر وين الاتصال لك يا جماعة؟ لك وين كن لك يا جماعة؟ ما في ما في حدا لا تندهي ما في شي ما في شي تاشو نعمل؟ قولونا لحلوها لحلحوها ما بصير هيك هات لنشوف يمكن هذا يكون عسى يا رب قال بس يقول اتصل اتصل هاي اتصلنا ما في شيء شيء بزوق العيون مشاهده البث الحي لتلفزيون سلطنة عمان عمان مباشر خلينا نحط كلمة عمان مباشر يمكن نلاقي مشاهدة <مشاركات> البث الحي المستهدفون الاجراءات الاستمارات شو بيحير <applause> خلينا نكتب كلمة عمان مباشر ها عمان خايف تطلع عمان بعدين هاي عمان مباشر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا إله إلا أنت ربي سبحانك يعني ما طلع عندنا شيء كرمال الله من شان الله كرام لله ما في شيء ما في شيء يتعبتونا لحن ننتظر الأسبوع القادم هي أعطيناها هران تليفوننا صار رقم تليفوني على كل حال معروف يعني عند اهل عمان. يا يا قناة سلطنة عمان يا يا كهلان الخروصي هذا مش شو. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاين فاين الحمد لله. اباك يو؟ هلو؟ Halo. Seems we uh, we're not. Uh, Afan. حسنا الله عم نحكي إنجليزي. يظهر إنه غير سعداء الحظ. كثير حاولنا واليوم حاولنا ضيع ضيعنا وقتنا لنتسبب ما بصير هيك. ليش ما اتصل فيه مسكين لا إله إلا أنت ربي سبحانك أني كنت من الظالمين

The problem, Sheikh, we need, we need, we desperately in need for internet here because we need to upload many files. Oh, so that's, that's a, that's uh, this a is a catastrophe. catastrophe. Um, if you, yeah, if you can forward my my complaint to uh, uh, the brother, you know, I was a, yeah, I was a, please, Sheikh, it's really very much needed. So, but if you want to take it right now.

الله يفرجها شو بعد لكم عن المحاولات الفاشله في اثبات عدم الخروج من بدي انا بدي افهم يعني لماذا تضيقون واسعا؟ ليش بتضيقوا رحمه الله الواسعه؟ اذا الله سبحانه وتعالى قرر انه يخرج الناس من النار شو شو العقيدة الباطلة التي ترجح وتعاند وتحارب وبتضطر تقول سمعنا وعصينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسلم لهم أدلة أدلتهم ويبقى لهم مذهبهم لما بصير الحكي طيب ليه مش هذا هو التشدد قال بيقولوا عندنا تسامح ايش هو التسامح ناس بيطلعوا من النار لا خليكم بدي اعرف شو التسامح هذا الناس ما تطلع من النار خليكم سبحان الله العظيم الله وكيلك ممنوع الخروج من النار ممنوع رؤية الله ممنوع الشفاعة لك ليه وانتبهوا ها قش الدقن بثلاث ريالات بتكلفك الباقة خالد مخلد ثلاث ريالات أشد الدقن دخلكم اللي بقش الدقون كمان طيب حتى لو كان ملتحي معلش اسمحوا لنا نسال هالسؤال حتى لو كان ملتحي بس بقش الدقون شو حكمه هذا كمان تفضلوا الساعه 6 ست... حتصير 6 وربع وما حدا اتصل وما بدأ حدا وحدا اللي يقولوا اتصل بنا على قناه عمان ننتظرك وما بتصل اقبل مناظرة أبي الأيهم وأبي المرداس وأبي عباس ابن فرناس الله وكيلك كلهم أبوات <applause> كلهم أبوات يعني ما بناظر أبوات ولا أمهات أنا بدي واحد معروف باسمه وكاسمه عفوا يعني اسمه وكسمه أي يعني نعم يعني شوف كاسمه ولو نص دقيقة ولو نص دقيقة انا فلان الفلان انا بخير طمنوني عنكم عفوا انا فلان الفلاني آه معروف باسمي في المنطقه هذا هو اسمي حسب جواز سفري نعم واطالب الشيخ دمشقي بالمناظره مثل, مثل هيك ها اما اللي انا اسمي عباس ابو ف... آه شو اسمه عفوا ابو العباس ابو فرناس وابو الايهم هو مش ايهم هو ابهم يعني مبهم مش معروف مين هو وناظرنا وانا بفهم لا لا الهواة بيصيروا كتار هيك وما في ما في ثلاثة كوبي من دمشقية في في نسخة واحدة هلا أنا نعم وإذا فتحنا المجال للهواة كل واحد اسمه أبو أبو الجماجم أبو أبو المثالب أبو شو اسمه ما, ما بيصير أبو أبو الحارثي أو ابن الحارثي أو أبو السالمي أبو ابو شو اسمه بدنا شيء يحرز بدنا شيء اسمه المقبالي الخليلي كهلان الخروصي ها هيدي هيدي يعني اشياء محرزه اما انه الناظر أبوات بحيث لو انه الهزم بيقول الحمد لله ستر الله لا مين شاف ولا مين دري على السكاتي اي نعم هيك مناظره ما بتصير ما بنقبل فيها يعني نحن لان مذهبنا الحق وان واحد فشل في المناظره سقط في المناظره الله حافظ دينه كما قال عمر بن الخطاب الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ما بيضيع دينه بس الدين الباطل بيضيع بكلمه بفشل واحد من المر... لانه مين مين اللي ساند مين اللي ساند المذهب مرجعيه مثل هذا الخليله مثل هذا ال... المغز عفوا المغازل كنت 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 حطلع من تمي كلمه مغازل بالغلط لا عفوا شو بالغلط ايه مقبالي مثلا ها ها فيصل شو اسمه هذا الرواحي بعتقد فيصل بن عامر الرواحي بدنا هيك شيء شيء محرز يعني واحد معروف انه طالب علم جاد من ط... طل... حتى يعمله من طلاب الخليلة بدكم نتوضعكم اكثر من هيك اذا رفض الخليلي والخليلي كان عامل لحاله بطل من يناظر من يباهل صار له 30 سنه الله وكيلك بطالع على المنبر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا لقد طلبت من ابن باز المناظره والمباهله فرفض معي فرفض فالحمد لله الذي اظهر الحق طيب تفضل هلا الله اظهر الحق تفضل تفضل مفتي لا نحن نريد كفءا لا يوجد كفء شو ضارب حالك بحجر ثقيل مين فكر حالك طلعت <applause> طلعت 40 دقيقه طلعت 40 دقيقه تسببت لك بمقاسي هاي عملنا أربع خمس ردود وكل رد بعد الردود ساعتين ونص ما ردت عليها يعني أنا مش كفو لألكم مش أنت مش أنت ليس لك كفوا أحد مش هيك طب رد على ما ذكرنا رد على ما ذكرنا فهذا هو مطلبي أنا على الأقل ما بدك تناظرني يا عمي واحد من اثنين يا ترد علي يا تشوف واحد من تلاميذك وأنا قبلان أنا أبلان ما بدي إياك جيب لي واحد من تلميذك ي... يوافق على المناظرة معي أمام العالم بس يكون معروف ما تقول تلميذي أبو الأبهم عفوا أبو أبو الأيهم إيه لأنه ناس مبهمين ما بدي بدنا واحد معروف يمثل المذهب بحيث لو لعنا أفطاس عفوا لو لو هزمناه لو هزمناه إيه نعم بيسقط المذهب فوراً فوراً المذهب ليس قائما على أدلة واضحة من القرآن كما أريناكم عمدة أدلتهم هذه الآيات وقد بينت لكم أنهم يدلسون فيها لا يأتون بها كاملة ويطلقون ويريدون بها الفاسق يعني ما كفر بعد نعم يطلقونها يستعملون لفظ الفاسق الذي استعمل في حق الكافر يعني الكافر هو أصلا فاسق خارج عن خارج عن امر الله خارج عن طاعه الله الكافر ايضا فاسق لكن هم يريدون ماذا يريدون بذلك الفسق اللي هو لم يحدث معه كفر وخروج من الاسلام فبلبسوا بدلسوا الان ويشكلون على الناس والناس ما الناس بيحبوا شكله لا احمد الخليل كثير كثير وهذا السبب اللي مخليهم يتركوا السنه ويتمسكوا بمذهبهم من كثر ما بيحبوا يشوفوا شكله حلو مشان هيك طنشوا عن طنش عن سيدنا محمد سيدنا محمد احلى منه معلش اذا كانت القضيه الحلاوه والجمال سيدنا محمد اجمل منه واحسن منه سمتا واحسن منه قلبا واحسن منه وجها هو سيد ولد ادم ليش عم تردوه مشان مشان هيدا هيدا ليه ليه مساكين عامة الناس والله، عملة مساكين وبياخذوها شو؟ وطنية. أنت تفتن بلد أهل عمان لن يتضرروا بأمثالك. أهل عمان متوحدون. انتبهوا توحدوا يا أهل عمان ضد عبد الرحمن المشقي. شو أنا شو؟ شو أنا؟ <applause> شو أنا قائد انقلابات عسكرية أنا لني لا عندي انقلابات عسكرية ولا شيء. أنا أقدم لكم نصحاً قال الله قال الرسول شو بيخوفكم قال الله قال الرسول تفضلوا ناظرونا يلا ها نحن على مناظرة نحن على استعداد للمناظرة أما هذا اللي اسمه أبو الأيهم قال يلا الناظر لنثبت دافع عن عقيدتك عن عقيدتك أن أن الله على هيئة الشاب الأمرض مش, ها مش ها هو مستفز وعديم الأخلاق وكل شوية دمية شقية هذا يتناظر هذا تناظرك مش انتم بتقولوا لي يا دمشقي لا نناظرك انت تقول كذا وانت اخلاقك كذا طيب وانا حاملكم بالمثل شو رايكم؟ اولا مجهول ثانيا قليل ادب ثانيا قليل ادب آآ ثالثا كلامك كلام ظلم اثبت دافع عن عقيدتك ان الله انا ما اعتقد اصلا لعن الله من يعتقد ان الله على هيئه شاب امرا لعن الله من يعتقد ذلك وقلت لهم اياها ورددنا عليها وبعد نفس الشيء ابدا تيوس عفوا اسمحوا لي فيها حقيقه تيسني ما في تصلب في المواقف غصبا عنك لازم تعتقد ان الله على, على هيئه الشاب الامراض وغصبا عنك بدك تناظرنا على اساس انك تعتقد بذا يعني ما بعتقد يه اولا انا لا اعتقد اصلا ان النبي راى ربه فكيف فكيف اعتقد ان ان النبي راى ربه على هيئه شاب امرض؟ ثالثا ثالثا لنفرض ان هناك روايه على هيئه الشاب الامرض نعم مش الوهابية والسلفية الذين قالوا أنها صحيحة وأنها كذا كذا عندك ناس مثل السيوطي وغيره كثير من أهل العلم السابقين ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث إن صح فهو حكاية منا ولا يلزم أن أن النبي يرى كل شيء على حقيقته لا هذا سيدنا يوسف ها رأى أبويه على هيئة شمس أمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين شو رأيكم؟ شو رأيكم تيجي نريدكم أن تدافعوا عن عقيدتكم أن أبوي يوسف النبي يوسف فشوف الظلم هون والإساءة يعني بدك غصبا عنك تعتقد بدك غصبا عنك تعتقد أن الله على هيئة على هيئة شاب أمرد ما بصير ثم نحن نعتقد أن الله عز وجل يظهر على بعض عباده بصوره غير الصوره التي هو عليها يعني صوره اخرى فحتى لو النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه على هيئه شاب امرا فتكون هذه صوره ليست لله عز وجل بدليل ما رواه البخاري ان الله عز وجل يظهر لعباده في صوره غير صورته التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك ثم يظهر لهم بصورته الحقيقية فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا إذا بالأول الصورة الأولى ليست له يظهر لهم بصورة أخرى يعني كذلك ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو تلزموننا بأن بعض الصحابة بقر ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفرا من الصحابة في صورة بقر وهذه في صحيح البخاري عفوا في صحيح مسلم ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد فإذا وإذا الخير ما جاء به الله من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر رأى النبي عمر وهو يلبس ثوب ثوبا طويلا وهو يجره فقالوا ما اولت ذلك؟ قال العلم او عفوا الدين كذلك راى انه شرب لبنا حتى خرج الري من اظفاره من بين اظفاره عليه الصلاه والسلام فاعطى فضله عمر فسئل عن ذلك فقال الدين يعني يثني على دين عمر شو رايكم الان؟ هل النبي راى حقيقه انه يشرب لبنا ويخرج من الاظفار هذه رؤيه مناميه فلذلك هذه سفاهه ان ياتي يقول دافع عن عقيدتك ان الله على هيئه الشاب الأمراض اولا الروايات ما أعتقد انها صحت في ذلك ثانيا ان النبي لم يرده ثالثا ان من قال بانها من قال بصحه الحديث قال ان هذه رؤيه منام والمنامات قد قد يراها النبي على هي على غير هيئتها الحقيقيه والله عز وجل ياتي عباده يوم القيامه ويتجلى لهم بصوره غير صورته التي هو عليها خلاص انتهينا ليش الجدل لماذا الجدل فلذلك لذلك انا ما انظر حول عقيده الشاب الامرد لاني اصلا ما اعتقدها ثانيا ما ثبت عن النبي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا السيوطي يقول هذا الحديث إن حمل رؤية إن حمل رؤية على المنام أو إن حملت رؤيته على المنام والله أعلم فلا إشكال وإن حمل على اليقظة يعني هذا هذا المنام هذه الرؤية إن حملت على المنام لذلك مفروض طيب مرة ثانية وهذا الحديث إن حمل رؤية على المنام لعل هذا صحيح فلا إشكال إن حمل رؤية على المنام فلا إشكال وإن حمل على اليقظة فقد سئل عنه أستاذنا العلامة كلام الدين كمال الدين ابن الهمام فأجاب بأن هذا حجاب الصورة أنا. نعم. إلى آخره فهذا ما نقوله هذا ما نقوله وما نعتقده المطلوب منكم الان تفضلوا عندكم عقيده عدم الخروج من النار تفضلوا النظر عليها عقيده عدم الخروج من النار عقيده الشفاعه عقيده الشفاعه ان الشفاعه نصرانيه الاصل تفضلوا النظر عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعه لاهل الكبائر من امتي انتم بتقولوا هذه شرك وتشبه عقيده النصارى اي توحيد انتم عليه اذا هيدي عندكم شرك